معك أحمد غنام. إذن أذربيجان تقول إن المقاتلين أن العفو على المقاتلين الأرمن قد يكون مشروطا بإلقاء أسلحتهم. أين وصلت المفاوضات حتى الآن، وما الذي يعيق الوصول إلى اتفاق نهائي مع المقاتلين الأرمن؟ نعم سرمد، هذه التصريحات التي صدرت عن مستشار الرئيس الأذربيجاني حكمة حاجييف اليوم، وأنه أن باكو تدرس إمكانية إصدار عفو عام عن المسلحين إذا ما ألقوا الأسلحة، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تطورات في هذا الإطار ولا يوجد تصريحات مباشرة حول وجود مفاوضات أو ربما اجتماعات قد تضع خطة أو تقويم زمني لإلقاء الأسلحة، لكن التصريحات السابقة للرئاسة الأذربيجانية كانت تدلل على أنه تم السيطرة بشكل كامل على إقليم كاراباغ، وأن اليوم أصبح الجيش الأذربيجاني داخل مدينة عاصمة إقليم كاراباغ، وأن المسلحين الأرمن الذين يتبعون للقوات المسلحة الأرمينية أنهم انسحبوا من أراضي إقليم كاراباغ. اليوم أيضا وصلت على الصعيد الإنساني، كان هناك ضمن المفاوضات التي حصلت بالأمس بين الجانبين الأذربيجاني وممثلين عن السكان الأصليين للأرمن في الإقليم، كان هناك طلب من سكان الأرمن بأن العائلات هناك والأهالي محتاجون إلى المساعدات الغذائية ومحتاجون أيضا إلى الوقود والمساعدات التي تخص المدارس وطلاب المدارس، بالإضافة إلى مساعدات طبية. اليوم تم إرسال شحنة مساعدات تضمنت تقريبا 40 طن من المساعدات الغذائية بالإضافة إلى المساعدات المدرسية والطبية، بانتظار أيضا إرسال شحنات أخرى خلال هذه الساعات القادمة حسب التصريحات الرسمية. واضح بأن أذربيجان أو باكو تعمل على الصعيد الإنساني وتعمل على الصعيد الإداري. حينما أطلعت الجانب الأرمني أو ممثلي السكان على خطتها بإعادة دمج السكان في باكو أو في أذربيجان إداريا واجتماعيا، وكذلك كان على الطاولة المستديرة للمفاوضات كان هناك ممثل الرئيس الاقتصادي لاقتصاد إقليم كاراباغ لدراسة الوضع الزراعي في إقليم كاراباغ وإمكانية ربما النهوض في إقليم كاراباغ، خاصة بعد توقف الاستثمار الزراعي والاستثمار بشكل عام في ذلك الإقليم منذ بداية الحرب التي نشبت بين البلدين في أوائل التسعينيات من القرن